قبل أن نبلش ديمو فيفا 17 أنا حاب شخصيا أخذكم للماضي نجرب لعبة فيفا 99. تعالوا خلونا نشوف. Hello, we're here for the live match between Manchester and Juventus. We're about to get underway here, so over to Mark Lawrenson and John Motson. A fantastic crowd here today for this match, and the noise here quite remarkable, Mark. The match promptly underway. The ball played on. He's put it away, but maybe he should have held that. Goalkeeper did well there. He won't thank his defence for leaving so open though. He certainly went for the ball, but he took the player as well there. Neat pass there. York. Del Piero. Yes, good control. Lundqvist. Lundqvist scores! Well played. A rather ambitious attempt on goal there. طبعا هذا الديمو من مجلة بي سي ميدل ايست. انا ذا كانت تبيع مو تبيع الديمو يعني تعطيكم ديمو قرص هدية مع كل عدد ينزل للمجلات. ففعلا كانت فرصة حلوة اني حطيت ايدي على فيفا 99. ولكن الشيء اللي انا اتذكره هم بعد اتذكره اكثر من كذي انه قبل شركة كاكاكولا كانت توزع اقراص سي دي حق ديمو فيفا 2000. اذا شريت سحارة كاكاكولا يعطونك الديمو تنزل على كمبيوترك وتستمتع. مع العلم اني انا كنت العب على الكونسول قبل، كنا نلعب الدوري الياباني، ما احنا مهتمين بموضوع فيفا. ولكن فيفا حلوة على البي سي صراحة، انك تقدر تلعبها على الكيبورد والماوس مثل ما شفتوا قبل شوي، وهذا شيء ممتع بالنسبة لي. فتجربة حلوة صراحة اني اعطيتكم صورة عن فيفا 99. للاسف ما اقدر اسوي كابتشر، ان شاء الله الكمبيوتر هذا راح يكون مشروع بسيط بالمستقبل، فخلكم على اطلاع. باتشك مربع ما ادري شلون صاير. اوكي احنا مقبلين الاشكال قبل بس. فيفا 99 100% أؤكد لكم الشيء هذا. Hello, we're here for the live match between Manchester and Juventus. Live now into the stadium to join John Motson and Mark Lawrenson. Snow into Paris Saint-Germain, Alan, has made a huge difference. It's almost like a different football club now, isn't it? With that money behind them, the ability to attract. من النادر تشوفوني أتكلم عن ألعاب الرياضة عندي هني بالقناة. نادر جدا جدا، ما أحب لا أحط لا فيفا ولا ماينكرافت ولا كول أوف ديوتي عندي بالقناة، بما أن هذه سلسلة غذائية صايرة الحين عند اللاعبين أو سلسلة سنوية قاعد تنزل بشكل عام. فقلت لنفسي ليش ما ألعب ديمو فيفا وأجربه وأحطه عندي بالقناة. ففعلا يعني الكثير منكم يطلب أني أحط شيء حق فيفا، أحط شيء حق كول أوف ديوتي، أحط شيء حق الأمور هذه. فعن نفسي أنا لاعب يعني أشوف شنو اللي أنا أختاره واستمتع فيه واحط لكم هني بالقناة. ولكن انا قاعد اشوف رغباتكم تلحون علي اني العب لعبة فيفا. ففعلا انا مو محترف بلعبة فيفا، انا حاولت اسوي اللي اقدر اسويه، ولكن صراحة الديمو عجبني من ناحية الجرافيكس فيه، من ناحية فروست بايت انجن الجديد، شلون يعني الديتيل واضح عكس اللي انتم شفتوه قبل يعني او قبل شوي يعني بالتحديد. فهذه هي لعبة فيفا 2017. خلونا
خلوني أكون وياكم صريح، أنا إنسان مو مطلع على الرياضة. يمكن أنا أعرف كريستيانو رونالدو هذا مال كنتاكي، وميسي بعد اللي يقول طعمه لذيذ كنتاكي يطلع بكنتاكي، أعرفه يعني تقريبا دايم كنتاكي يحطونه، وكذلك يعني بعض الرياضيين الجدد لنا ما أعرفهم، في واحد أعتقد اسمه ابن زيما، في واحد اسمه إبراهيمو بيتش، ما أدري شنو اسمه بالضبط. فأنا مستغرب صراحة يعني من الرياضيين الجدد. أذكر أن الرياضيين اللي قبل رونالدو، ديفيد بيكام، لاعبين هذول اللي أذكرهم كنت مستانس، يعني مستانس وحنا نشوف الرياضة. مع العلم أني أنا أحب رياضة المصارعة الحرة، السباحة والمبارزة والملاكمة، طبعا استغلت من الملاكمة بعد ما انكسر خشمي، فهذا هو. فاللي انتم قاعدين تشوفونه وهو تمرين بسيط لي، قاعد احاول قد ما اقدر افهم لعبة فيفا واشوف ليش الناس قاعد تستمتع بلعبة فيفا. اكيد الكل قاعد يستمتع بلعبة فيفا، بما ان عندنا يعني بالشرق الاوسط 80% يحبون كرة القدم، 90% ما ادري شنو يحبون، يمكن انا واحد من 90% هذول، او ممكن 20% تقريبا كذي اقدر اقول. فشيء ممتع صراحة يوم قعدت تلعب بالديمو وحرك يعني يمين يسار الشخصية، ولكن ما أعرف يعني النظام، أعتقد أن أنا ماشي على نظام الدوري ياباني سابقا، بس يعني اللي أنتم قاعدين تشوفونه وهو تجربة فاشلة لي، أحاول قد ما أقدر أني أقص الكرة من اللاعبين، وأحاول قد ما أقدر أني أهجم وأحط جول. فمثل ما تشوفون قاعد يطلع لي توتوريال فوق، ما أتبع توتوريال، زعلت من التوتوريال شوي كلاعب جديد يعني للسلسلة، أو تقريبا يعني اشوف يعني حق السلسله. بس انا احب العاب الاكشن، احب العاب الرعب. للاسف فيفا ما راح تمشي وياي انا شخصيا، ممكن تمشي وياكم انتم. تشالنجز فور ذا بول باريس سان جيرمان جيفن ذا ثرو تياغو سيلفا انجيل دي ماريا إذا معجبتك لعبة فيفا 17 فعندي لك اقتراح بسيط انك تسويها اساس انك تحصل على فيفا 2060. اي نعم، في عندنا فيفا 2060 راح تصدر بسنة 2060 ان شاء الله باذن الله بالمستقبل. كل اللي عليك انك تروح تحط نفسك داخل الثلاجة وتسكر على نفسك الثلاجة، وان شاء الله يعني بعد مرور وقت، او تكتب يعني على الثلاجة ممنوع فتح الثلاجة إلا في سنة 2060، والرجاء ترك الطاقة شغالة، أو يعني الطاقة يعني تزود الثلاجة بالأساس. فراح تصير بسنة 2060 وراح تحصل نسخة فيفا 2060، ولكن حاول إنك تشوف عملة 2060 شلون راح تصير. ما أدري هل راح تكون عملة رقمية، أو هل راح يكون نص البشر بالفضاء أو تحت الأرض، ما ندري شنو يقبل المستقبل. ولكن إذا رحت 2060 راح تحصل فيفا 2060. للأمانة أنا مو من عشاق لعبة فيفا وأحب لعبة فيفا، أنا أحب ألعاب التزحلق يعني مثل لعبة SSX من EA سابقا كانت حلوة بالنسبة لي، وأحب يعني ألعاب الرياضة اللي تضحك شوي إذا كان فيها رياضة عنف ودم كذي، يعني واحد يذبح اللاعب عشان ياخذ من عنده شغلة، فأحب السوالف كذي. أما لعبة فيفا يعني شنو أشوف لعبة فيفا بالوقت الحالي؟ مثل ما قلت لكم سلسلة غذائية، Call of Duty، فيفا، ماينكرافت، هذه سلسلة غذائية. بس اللي قاعد اشوفه ان ماينكرافت قاعد تموت شوي شوي، وفيفا قاعد تعيش، وCall of Duty كل شوي قاعد يطيح الريبرتيشن مالها، بما انه ودوا Call of Duty للفضاء. ما ادري ممكن Call of Duty 2060 ينزل، الله اعلم. ولكن الشيء الوحيد اللي انا مستمتع فيه انكم انتم قاعدين تستمتعون بوقتكم وتستانسون بوقتكم، فهذا ما منعني اني استعرض لكم لعبة فيفا 1999، وكذلك فيفا 2017 الديمو على جهاز البلاي ستيشن 4. أتمنى أنكم استمتعتوا بالفيديو هذه والنظرة السريعة، فما راح تشوفون كرة قدم بعد الفيديو هذا عندي في القناة. وشكرا لكم، وإن شاء الله أشوفكم مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستمتعوا ببقية العرض المخجل هذا. Trying to thread it through here. He can lay it off to the supporting player. They put that cross far too close to the goalkeeper.
gets his foot in there. Two more minutes to play, that of added time.